السودان، قواتنا المسلحة، سيداتي وسادتي، من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. مجلس الوزراء يجيز قانون مراجعة الإيرادات ويبحث كيفية إصلاح قطاع النفط والكهرباء. جهاز المخابرات يدشن مشروع تعلية وتأهيل سد أربعات. وزير الداخلية يترأس وفد السودان المشارك في منتدى الهجرة بالعاصمة الليبية طرابلس. أهلا بكم. أجاز اجتماع القطاعات الفنية بمجلس الوزراء برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر قانون المفوضية القومية للتخصيص ومراجعة الإيرادات، وبحث الاجتماع إصلاح قطاع النفط والكهرباء والتعديلات المقترحة على قانون الضريبة المضافة. وتناول هذا الاجتماع سلسلة من المواضيع أبرزها قطاع النفط وقطاع الكهرباء، إصلاح هذين القطاعين، وتم فيه التداول في قضايا متعددة ذات أهمية لإصلاح هذين القطاعين فيما يتعلق بالفجوة ما بين حجم التوليد وحجم الطلب والأسباب المؤدية إلى ذلك، بالإضافة إلى النظر في إيجاد جسم واحد موحد للأنشطة الكهربائية وكذلك الأمر لقطاع النفط. وتم التداول بحضور أعضاء، وتمت إجازة المادة المقدمة من وزارة الطاقة والكهرباء على أن ترفع كل هذه التوصيات المجازة لمجلس الوزراء لإجازته. كذلك من القضايا التي رفعت اليوم والتي تم فيها المناقشة قانون المفوضية القومية للتخصيص ومراقبة الإيرادات، وهذا القانون تم عرضه أو تم التداول فيه وتمت معالجات عديدة على الفقرات المقترحة، وفي النهاية تمت إجازة القانون على أن يتم رفعه متضمنا لكل التوصيات التي وردت من حاضرين في الاجتماع ليتم إجازته في مجلس الوزراء. تم إرجاء المادة 50 من قانون ضريبة القيمة المضافة لمزيد من الدراسة ولمزيد من المعالجة حتى يأتي مكملا ومحققا للطموحات وفعلا مؤكدا للشفافية في والعدالة في تحقيق المطلوبات الاقتصادية سواء كان للمواطن أو بالنسبة للولايات أو للمركز. واصلت القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين والمقاومة الشعبية تقدمها في محور منطقة أم درمان، حيث تمكنت من خلال عمليات التمشيط الواسعة من تطهير عدد من الأحياء التابعة لمحلية أم بدة من دنس الميليشيا الإرهابية، ولا تزال تطارد فلول المرتزقة الهاربين وسط فرحة وهتافات الأسر التي عانت من ممارسات وانتهاكات ميليشيا الدقلو الإرهابية. وصيتكم شنو بتقولين؟ وصيتك شنو بتقولين للشعب السوداني؟ هتقولي لهم شنو؟ هتوريهم هتقول لهم على البلد شنو؟ الجيش وصل وين؟ وصل الراشدين. طيب دين الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشاد المدير العام لجهاز المخابرات العام الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل بجهود هيئة الأمن الاقتصادي ووزارة الشؤون الهندسية لدورهم المتعاظم في مبادرة مشروع تأهيل وتعلية السد الرابع بمنطقة أربعات. جاء ذلك لدى تدشينه المشروع بصالة الربوة بمدينة بورسودان. تحت شعار يد تحمل السلاح وأخرى نحو الإعمار، وبمبادرة كريمة من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، وبتشريف والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور، تم تدشين مشروع تأهيل وتعلية السد الرابع
لحوض أربعات بصالة الربوة بمدينة بورسودان، وبمشاركة كبيرة من القطاعات الحكومية والأجهزة التنفيذية والعسكرية ونخبة من رجال المال والأعمال الوطنيين. بالنسبة لتوفير المياه لولاية البحر الأحمر، ولذلك كان جاءت من ذلك التاريخ هذه المبادرة، والأخ الوالي والأخ الوزير وإخواننا في هيئة الأمن الاقتصادي أيضا كان لهم دور كبير جدا، الإخوة المختصين في وزارة الري أيضا، والإخوة المختصين في وزارة الشؤون الهندسية بولاية البحر الأحمر أيضا لهم الدور المعلى، وقاموا بجهد كبير جدا في هذا الإطار. عدد حوض أربعات هو بيوفر حوالي 4 مليون متر مكعب من المياه لو تم انضافه. الآن هو مليء بالمسكين وبيحتاج لتعلية في أجنبه، بيوفر لنا حوالي 4 مليون متر مكعب. الآن زي ما قلنا حوض أربعات المياه الموجودة فيه أو الآن خالي طبعا، لكن لما نسيل المويه ما بيستوعب أكثر من 5 مليون، الباقي بيمشي للبحر. قبل ما يصل البحر في سد اسمه سد أربعة، السد الرابع اللي هو اللي احنا الآن بصدده، والسيد المدير وأركان حربه مشكورين حقيقة، فيعني مبادرة منهم وحيعملوا يزيلوا المسكين من السد الرابع. بالشكل ذا نحن نوفر حوالي 4 مليون متر مكعب. تكمن أهمية تعلية وترميم السد الرابع بمنطقة أربعات لتوفير المياه، وباعتباره المصدر الرئيسي لمد مدينة بورسودان بالمياه، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الشعبية والرسمية لمعالجة مشكلة المياه بالولاية. احنا جاهزة وهم أغلب المدراء موجودين معنا، يعني نحن بنشجعهم يساهموا، وبالمناسبة من واحدة من مميزات بعض الاتجاهات الدولية بتفتكر المؤسسات الناجحة اللي بيكون عندها بعد اجتماعي، يعني واحدة من المؤشرات اللي بيقيسوا بها جودة الشغل في أي جهاز في أي مؤسسة هي مدى مشاركتها الكونتريبيوشن بتاعها والأثر بتاعها في المجتمع. جهاز المخابرات العامة وهو يقود هذه المبادرة لتعلية وترميم السد الرابع بمنطقة مصادر المياه بأربعات يضع اللبنة الأولى للحلول والمعالجات الجذرية لمشكلة مياه ولاية البحر الأحمر. وصل وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين إلى العاصمة الليبية طرابلس مترئسا وفد السودان المشارك في منتدى الهجرة عبر المتوسط والمزمع انعقاده بطرابلس، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلين لحكومات بعض الدول الإفريقية والأوروبية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمر الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ويهدف المنتدى لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ووضع إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا ووضع حلول عملية تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. اختتمت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالتعاون مع شبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية مافينت الاجتماع التشاوري لتطوير استراتيجية الاتصال لبرنامج التحصيل الموسع في السودان والتي استمرت لثلاثة أيام. وقال مستشار مافين دكتور الفاتح مالك في تصريحات صحفية إن الاجتماع شراكة بين الوزارة ممثلة في برنامج التحصين الموسع وإدارة تعزيز الصحة ومافين وشركاء التحصين للاتفاق على استراتيجيات وأنشطة للتوصل والتعامل مع الإشكالات التي تعيق البرنامج. هذه الورشة هي شراكة بين وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة إنفينيت، والغرض من الورشة أن الناس شركاء التحصين وبرنامج التحصين الموسع كلهم يتفقوا على استراتيجيات وأنشطة للتواصل. لابد من تطوير استراتيجيات التواصل لتقديم خدمات التحصين الموسع لأطفال في مختلف بقاع السودان. عشان كده الليلة نحن ختمنا الورشة التشاورية لتطوير خدمات الاتصال
في برنامج التحصين؟ الورشة كانت 3 أيام وكان فيها نقاش مستفيض شديد عشان إحنا بواسطة الخبراء والمختصين في مجال التحصين ومجال تعزيز الصحة، وكان فيها ممثلين لإدارة تعزيز الصحة الاتحادية وإدارة تعزيز الصحة في الولايات في عدد 3 ولايات. اطمأن وزير الصحة الاتحادية دكتور هيثم محمد إبراهيم على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية بمحلية دونغولا، وأشاد الدكتور هيثم خلال زيارته لعدد من المستشفيات بالولاية الشمالية بتطوير الخدمات الصحية بالولاية، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتهيئة بيئة العمل، كما وقف الوفد على مستوى تقديم الخدمات بمركز غسيل الكلى، ودعا الوزير حكومة الولاية للتفاكر حول كيفية النهوض بالصحة. ومن جهته أكد والي الولاية الشمالية عبد الدين عوض الله أهمية الزيارة لما لها من دور للارتقاء بالخدمات الصحية. حقيقة زيارة حققت قدر كبير جدا من الإنجازات وأظهرت لنا التطور النوعي الكبير جدا في مستوى الخدمات الصحية في الولاية الشمالية، الظاهر جدا للعيان من خلال التطواف على مجمل المستشفيات ومن خلال تطور كبير في الخدمات الطبية والصحية داخل هذه الولاية. سعى في تطوير هذه الخدمة ليس فقط لإنسان الولاية ولكن على مستوى السودان، لأنه في شريحة كبيرة جدا متوقع من خلال جرح الكرامة يكونوا محتاجين. نحن نقدر نقول الله نحن في الولاية الشمالية سعداء بهذه الزيارة التي حققت نتائج طيبة وفيها مكتسبات طيبة، من أهم هذه المكتسبات افتتاح مركز القلب بدونغولا، وجهازه الآن وصل لبورت السودان جهاز قصرة القلب، وده يكون إضافة كبيرة جدا جدا لعنا في الولاية الشمالية لتطوين العلاج بالداخل. ورشة التصنيعات الدوائية كانت افتتاح هذه الورشة ضمت عدد من الأوراق والنقاش المثمر لتطوير الصناعة الدوائية داخل السودان، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون هنالك عمل كبير وعمل مقدر في هذا المجال، مجال الصناعة الدوائية داخل الولاية. أهلا بكم. نفذت قوات العمل الخاص بالقوات المسلحة عملية نوعية بمنطقة أمبدة استولت من خلالها على أكبر مخزن للذخائر يتبع لميليشيا الدجلو الإرهابية وقتلت العشرات من المرتزقة. الحمد لله مخزن أكبر المخازن عملية نوعية للجيش السوداني. وهذا العمل العدائي. هذه أخونا عثمان مكاوي. إحنا شايفين صورته هندي وإحنا بنقاتل بها. وبرسالة لكل أفراد الشعب السوداني. يا جماعة الشهداء ديل وأسرهم أكرم الناس ضحوا عشان البلد دي. برافو الوطن إن شاء الله. وماتوا لأن الحرب دي فرزت الكيمان وعرفنا مع البلد منه ومع البلد منه. المهم تحية تانية لأخونا عثمان مكاوي لأسرة الشهيد عثمان مكاوي. وإحنا ربنا يتقبل شهيد. ونرسل له رسالة إنه إحنا على الدرب زائرون حتى نلغى الله على ما مات عليه هذا. إن شاء الله. ودي حاجة صغيرة بس عشان. دي ليروح ورسيد عثمان مكاوي. مخزن بتاع العدو حتى الآن. مخزن بتاع العدو. الآن حتى. في مدة غزلية. أنا كلها 120. ده أنا 120. كلها 120. اللي روح يا عثمان مكاوي. أنت جوا قلوبنا والله يوصل لنا والله. ده واحد جوان بس. الله اكبر والله والله يا مرتزق احنا وراكم الله يرحمكم والله يرحمكم ونزيدكم من الشعر بيت ما عندنا نحن لا تفاوض لا غير ولا اي حاجه، ناس مغتصبين وناس بتاع النهب، نحن بس معاكم كده، نحن علاجنا معاكم هندا، وحتى هندينا ده مخزنكم، سلمنا حي هندا لي حي جبد بس جبد جبد بل والله بل والله ترأس والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور بقاعة مجلس الوزراء ببور السودان اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، واستعرض الاجتماع عددا من القوانين الولائية المقترحة، وأجاز مجلس وزراء حكومة الولاية بالإجماع قانون تعديل فئات رسوم الخارطة المرورية لسنة 2024، كما أجاز قانون رسوم المواقف بمحلية بور السودان لسنة 2024، وقانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات لولاية البحر الأحمر لسنة 2024، وناقش الاجتماع قانون رسوم إذن تسليم البضائع بالسفن المرحلة لأصحابها في الموانئ لسنة 2024، ووجه الوالي بتكوين لجنة مختصة للمراجعة والصياغة.
تمت مناقشة هذه القوانين وإجازتها وجميع الصفوف في مصلحة العمل ومصلحة خاصة قانون مخالفة الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية. يمكن الناس شهدوا الفترة الماضية تعديات كثيرة جدا، ويمكن بقيام هذا الجهاز حيحيد منها وتحفظ الحقوق لأصحابه إن شاء الله. أيضا تمت بالنسبة للظرف الحالي في البلد بما ومع ارتفاع معدلات التضخم والحوجة لإيرادات تنفيذ الخدمات، أيضا تمت تعديل الموازنة الإيرادات للعام 2024 لتواكب التطورات في أسعار الخدمات والسلع وتمكن الولاية من دورها بالصورة المطلوبة. التقى والي ولاية كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق بأمانة حكومة الولاية ممثلي المنظمات الغير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وبحث اللقاء كيفية توفير الدعم للنازحين من ولاية سنار ومدينتي سنجة والدندر. وأناشد والي كسل المنظمات العاملة في الشأن الإنساني بإسناد جهود حكومة ولاية كسل وتوفير الغذاء والمأوى والمعينات الصحية حتى يتمكن النازحون من تجاوز الأزمة الحالية. حقيقة العدد الوصل وولاية كسلة من إخواننا وأخواتنا عدد الأسر بلغت 25,000 أسرة. الاجتماع الطارئ هو حقيقة لاجتماع تنسيقي بيننا وبين إخواننا في هذه المنظمات على أساس إنه إخواننا النزحوا لنا من الولايات القائمة فيها الحرب خاصة ولاية سنار الناس الجدد ديل إنه نقدم لهم الاحتياجات الرئيسية. أما إخواننا الأصل كانوا موجودين معنا من زمان وفي المدارس عندنا مركز الكرامة وهو مركز إيواء موجود في منطقة بانت مصنع بصل سابقا، دائرين نرحل فيها حوالي 60% أو نفضل 60% من المدارس الموجودة. استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماع الأسبوعي بمدينة كسل عددا من التقارير لإدارة وزارة الصحة الاتحادي، والتي شملت تقرير الوضع الوبائي بالبلاد من إدارة الترصد بالإدارة العامة للطوارئ، والذي أكد استقرارا نسبي للأوضاع الصحية مدللا على ذلك بعدم تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا والسحاء وحمى الضنك والحصبة وضربات الشمس. كما استعرض البرنامج القومي لمكافحة الملاريا تقريره الأسبوعي لافتا إلى التفاوت في الإصابات بين عامين 2023 و2024 وفقا للتقارير الواردة من 6 ولايات. وأشار تقرير أنشطة مراكز الإيواء إلى تكوين لجنة لتقييم المراكز والوضع الصحي، معلنا تكوين 3 فرق للعمل الميداني لثلاث ولايات. وقال تقرير الحجر الصحي إن عدد المغادرين البلاد عبر نقاط الدخول المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد عن 13,000 شخص، والوصول أكثر من 10,000 شخص. الاجتماع الاستعداد لموسم الخريف ما يصحبه من أمراض ممكن متعلقة بالكوليرا والفيكتور كنترول. يمكن الحمد لله برضو استعرضنا برضو الاستعداد لكل الإمدادات الطبية من خلال توزيعها ومن خلال المشاكل المتعلقة بإمكانية وصولها خاصة للولايات الغير آمنة. الولاية في إطار إعداد تقييم سريع لكل المراكز الصحية. دشن والي ولاية كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق توزيع منحة الدقيق المقدمة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة الثالثة المخصصة للنازحين من ولاية سنار، وذلك بحضور مدير عام وزارة المالية موسى وشيك رئيس لجنة توزيع الدقيق إلى جانب المديرين التنفيذيين للمحليات المستهدفة. من جانبه أوضح مفوض العون الإنساني إدريس علي إن مواقع الإيواء الولاية بلغت 397، مشيرا إلى أن المفوضية وضعت رؤية جديدة لإيواء النازحين. وناشد المفوض المنظمات والجهات الخيرة لتقديم الدعم للأسر المتأثرة بالحرب.
تفقد اللواء الركن حيدر الطريفي يرافقه اللواء الركن سامي الطيب والعقيد ركن محمد الخليفة رئيس شعبة الاستخبارات تفقدوا منطقة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض واطمأنوا على أحوال العمد والمشايخ والأعيان والمزارعين من أبناء المنطقة وناقشوا كافة الترتيبات والتحوطات الأمنية للولاية. من جانبه أعرب مشرف العمليات اهتمام الفرقة 18 بالمشروعات التي تهم إنسان الولاية وتذليل كافة العقبات.
أقول إنه الإسرائيليين اليوم يعني يتوقعوا إنه باختيال قيادات ولا وديناها في البيت. فعلا تجاهلنا هذا، ما ركزنا عليه وعلمت نفسها بنفسها. فممكن هذه نصيحة محمد وعلى آله وصحبه. خدمة يمكن ما أدري إذا استخدمتوها أو لا، خدمة الاستعلام عن المطالبات.
السلام عليكم ورحمة الله، نعتذر عن انقطاع البث نسبة لعطل فني طارئ. أهلا بكم. تفقد اللواء الركن حيدر الطريفي يرافقه اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد والعقيد ركن محمد الخليفة رئيس شعبة الاستخبارات. تفقدوا منطقة الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض واطمأنوا على أحوال العمد والمشايخ والأعيان والمزارعين من أبناء المنطقة وناقشوا كافة ترتيبات والتحوطات الأمنية للولاية. من جانبه أعرب مشرف العمليات اهتمام الفرقة 18 بالمشروعات التي تهم إنسان الولاية وتذليل كافة العقبات مؤكدا استعدادهم للزود عن حياض الوطن. فيما أشاد اللواء الركن سامي الطيب قائد الفرقة 18 بأهالي الجزيرة ووقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة. سعيدين نكون معاكم جزيرة أرى، جزيرة أبا التاريخ، جزيرة أبا الصمود، جزيرة أبا معنى الاستغلال، معنى العزة، معنى الكرامة. نحن والله نحن مشرف على العمليات وخلال مروري وتجهيزاتي واستعدادات الولاية أطمنكم والله العظيم ولاية النيل الأبيض الولاية رقم واحد من حيث التأمين. أتحدى أي ولاية تكون عاملة مواقع دفاعية بنفس المواقع الدفاعية اللي نحن عاملينها بالنيل الأبيض وما خفي أعظم. الفرقة 18 لهذا النداء والاستجابة والجلوس معنا للتفاهم في قضية تأمين الموسم الزراعي. كما هو معلوم إن قضية التأمين أصبحت تؤرق الجميع في هذه المنطقة. ترأس رئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية أبو حمد اللواء معاش شهاب الدين عثمان إسماعيل اجتماع المكتب التنفيذي للاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية بحضور نائب رئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية نهر النيل اللواء الركن دكتور حسن عوض وممثلين الإدارة الأهلية. وأعلن رئيس الاستنفار والمقاومة الشعبية عن بداية تسليح المقاومة الشعبية لتأمين المحلية وكشف الخلايا النائمة ومراقبة ومتابعة الوجود الأجنبي. من جانبه حي نائب رئيس مع القوات المسلحة لدحر الميليشيا الإرهابية. جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل دعمه ومساندته للقوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدجل الإرهابية. وأدانت عضو الهيئة القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الدكتور شذا عثمان عمر الشريف لدى مخاطبتها اجتماع المكتب التنفيذي للحزب بولاية البحر الأحمر أدانت الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدجل الإرهابية ضد المواطنين العزل وطالبت المجتمع الدولي بتصنيفها ميليشيا إرهابية مؤكدة أن الحزب يجدد تمسكه بالحوار السوداني ومشاركة الجميع دون إقصاء. فيما أوضح رئيس الحزب الديمقراطي الأصل بولاية البحر الأحمر بروفيسور علي محمد عبد الله أن الاجتماع يأتي في إطار العمل والإعداد لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة. رجع الاجتماع بمواصلة دعمه الغير محدود والدعم الشامل للقوات المسلحة في معركة الكرامة. أدانا بشدة انتهاكات الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع خصوصا في الفاشر وفي الجنينة وفي الدندر وفي جزيرة وفي كل ولايات السودان. وبنفتكر انه بيحصل دي حرب ضد المواطن السوداني. السودان ما بعد 15 ابريل 2023 يختلف تماما عن سودان ما قبل 15 ابريل. نحن نعتقد هذه المرحلة ليس للنخب، هذه المرحلة مرحلة الشعب السوداني ممثل في ولاياتي، ممثل في اقاليمي، ممثل في خبرائي، في علمائي. عقدت اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شمال كردفان اجتماعا لمناقشة عمليات الاستنفار والمقاومة الشعبية وذلك بحضور نظار الإدارة الأهلية بالولاية. وأكد رئيس اللجنة اللواء الركن معاش أحمد الفكيز زين جاهزية المقاومة الشعبية للحفاظ على أمن وسلامة الولاية والتصدي للميليشيا الإرهابية معلنا عن إضافات حركات الكفاح المسلح للجنة لدورها الكبير في معركة الكرامة ودعم القوات المسلحة. هذا الدور المتعاظم الكبير بأخواننا في الحركات المسلحة تم إضافة أعضاء جدد للجنة المقاومة.
أيضا لخصوصية عمل المرأة ولدورها أيضا الكبير بتقوم به في المعركة عامة، والملحوظ جدا هنا في ولاية شكوان الكردفان بدعمها المتواصل للمقاتلين في الخنادق. أيضا تم تكوين لجنة خاصة بالمرأة في اللجان المتخصصة إن شاء الله. اليوم برضو الحقيقة الحمد لله شرفنا الإخوة نظار القبائل في هذا الاجتماع، وكان لهم دور كبير جدا وساهموا بأفكار ممتازة جدا. إن شاء الله السوق هذا العمل المقاومة الشعبية إلى بر الأمان وحل كله مع بعضه إن شاء الله هذا الاجتماع. نحن حقيقة يعني الآن قد تكون تكاملت يعني كل الأجواء. أهلا بكم. رحب والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة برغبة شركة شيكان لتأمين وإعادة التأمين في فتح فرعها الرئيسي بأم درمان، مؤكدا تشجيع الولاية لكل المؤسسات الراغبة في استئناف نشاطها بما يعزز عودة الحياة لطبيعتها. جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة شيكان بأم درمان. إلى ذلك كشف وفد شركة شيكان عن اتجاه الشركة لتعديل وثيقة التأمين لتشمل الأضرار الناجمة عن الحرب والتأمين على حياة العاملين في المرافق الخدمية خلال فترة الحرب، مؤكدا أن خطوة الشركة تأتي في إطار دعم جهود ولاية الخرطوم لإعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين. قام والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بجولة تفقدية للوقوف على الأعمال الجارية في مصارف مدينة الفتح ومجاري التصريف، كما وقف على أعمال تأهيل مزلقان طريق النيل الغربي عند الوادي الأبيض وسد الوادي الأبيض الذي يحجز مياه السيول. كثفت ولاية الخرطوم الأعمال الجارية الآن لتصريف مياه الخريف عقب الإعلان عن توقعات الأرصاد الجوية بأن خريف هذا العام سيشهد هطول أمطار فوق المعدلات السابقة. وقاد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة جولة واسعة رافقه فيها مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتور سر الخاتم فضل المولى، رئيس لجنة طوارئ الخريف ومدير هيئة طرق الجسور ومصارف المياه المهندس مختار عمر صابر وقيادات الهيئة. وشملت الزيارة الوقوف على الأعمال الجارية في مصارف مدينة الفتح ومجاري التصريف الطبيعي، كما وقف على أعمال تأهيل مزلقانات طريق النيل الغربي عند الوادي الأبيض، وشملت كذلك سد الوادي الذي يحجز مياه السيول. وللخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قال إن الزيارة تتصل أهميتها بتقليل الآثار المتوقعة من الخريف عبر عدة محاور بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بالخريف. وطالب الوالي بالتحرك العاجل لمعالجة مشكلات السد بتحديد أولويات قصوى والدفع بعدد من المقاولين لإنجاز الصيانة المطلوبة خلال أيام نظرا لأهمية السدود. نحن اليوم في جولة خاصة بالمصارف وتفقدنا العديد من المواقع من بين المواقع في المناطق الطرفية خاصة مناطق الفتح والإسكان في كرري وفي الريف الشمالي، المناطق التي كان جرفتها سيول وجرى تأهيلها في سواء كان في الوادي الأبيض أو في العديد من المزلقانات الموجودة على الطريق القومي طريق النيل الغربي. نحن أجهزتنا كلها في المحلية وفي الوحدات الإدارية هي الآن تعمل بنسق وتنسيق كبير مع هيئة الطرق والجسور ومع وزارة الزراعة. مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتور سر الخاتم فضل المولى قال إن الزيارة تأتي للإطمئنان على مشاريع حصاد المياه وتمليك الولاية 13 سدا و343 حفيرا، وهي موزعة على أم درمان وكرري وبحري وشرق النيل، وتبلغ طاقته التخزينية 50 مليون متر مكعب. نحن حقيقة يمكن مشاريع حصاد المياه موزعة على محليات الولاية السبعة في غرب أم درمان وفي شرق النيل وفي بحري، يمكن على 13 سد زي ما ذكرت وعدد 334 حفير، بعض منها نموذجي وبعض منها تقليدي، يمكن يعني طاقة الكلية تصل ل 50 مليون متر مكعب من المياه يعني التي يمكن حصادها من الأمطار ويستفاد منها في الزراعة وفي شرب الثروة الحيوانية. مدير إدارة المشروعات بهيئة طرق الجسور ومصارف المياه المهندس التجاني يعقوب
أوضح أن طول الوادي الأبيض يبلغ 1600 متر بارتفاع ما بين 15 إلى 16 متر وسعته التخزينية 1,000,000 متر مكعب. الجسم الخرساني حقه حوالي 1,700 أو 1,600 متر، الارتفاع بتاعه ما بين 12 إلى 15 متر، السعة التخزينية بالنسبة للست 1,500,000 متر مكعب. زيارة والي الخرطوم ومدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ومدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه تهدف للإطمئنان على الترتيبات التي تمضي لفصل الخريف ووضع التحوطات اللازمة. عبد العال سليمان، عبد الرحمن حسن، الخرطوم. انفاذا لقرارات اللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق القاضية بمكافحة الخلايا النائمة والمندسين بالأسواق، ناشدت محافظة الدبازين ضمن خطتها الرامية في إزالة التشوهات بأسواق المدينة، ناشدت المواطنين والتجار بالتبليغ الفوري للسلطات الأمنية في حالة ظهور أي حالة اشتباه تهدد أمن واستقرار المواطن. المشهد هنا بأسواق مدينة الدمازين يشير إلى حالة التعافي والاستقرار، استقرار التمسه عدد من المواطنين مشيدين بالقوات المسلحة في بسطها للأمن والاستقرار، متعهدين بتبليغ الجهات المختصة بالظواهر السالبة. جيت في ولاية النيل الأزرق كولاية آمنة، أنا بفتكر إنه الخطوة الخطأها السيد مدير التنفيذي لمحلية الدمازين خطوة إيجابية جدا، لأنه دائما بالنسبة للأعمال الهامشية حاليا هو ما بيمنع إنه الناس تسترزق وغيره كذا، لكن الآن أصبحت هي ملاذ بالنسبة للمتفلتين وملاذ بالنسبة للخلايا النائمة. أنا نازل من خرطوم، وافد خرطوم لولاية نيل الأزرق، فجينا ما شاء الله لقينا البلد دي آمنة، ولقينا قوات الصاب المسلح مؤمن البلد ويتربنا أنه يوفقهم على بيتها، ولقينا أي زول مندسي داخل هنا ده عامي، أنا بلغ أنه طوالي ما رأيه نهائيا. فيما ناشدت الجهات المسؤولة باللجنة التسييرية للخضر والفاكهة والغرفة التجارية، ناشدت التجار بالابتعاد عن التلاعب بأسعار السلع الضرورية. جاتنا بضاعة عشان نخط عليها بضاعة جديدة مرحلة عشان نخط عليها سعر زيادة، احنا نقبل بالوضع الحالي. مثل كيلو السكر حقنا قاعد حاليا الآن، احنا نوينا هنا في المناطق القريبة، عندك في شمار وعندك في أحمر موجي، المناطق دي فيها بس كميات كبيرة. هسه اننا محاولين نحاول نصل بواسطة القيادات، بواسطة قيادة الفرقة، بواسطة الاستخبارات، بواسطة جهاز الأمن، نحاول نشوف الكميات البرة دي. هم المنطقة آمنة، هسه عندنا شباب ماشيين يجيبوا يرفعوا البصل، لكن يشيلوا خطابات من هنا يرفعوا الكمية يجيبوها وبصل رخيص. إذن فما هي الخطة التي وضعتها محافظة الدمازين بالأسواق لمجابهة التحديات؟ ومن ضمن خططنا في المحافظة في إزالة التشوهات وعمل ميار الخريف وتطهير المياري، بجانب ذلك يمكن إنفاذا أيضا لقرار لجنة أمن الإقليم والذي صدر قبل يومين، وكان القرار يقضي على أساس نظافة السوق من الباعة المتجولين والفريشين، وذلك لضمان سلامة السوق وسلامة الإقليم من وجود الخلايا النائمة داخل الأسواق، كما ظهر لنا جليا في بعض الولايات التي حصلت فيها الأحداث أن الأحداث أصبحت تبدأ من السوق لأنه هنالك وجود لخلايا نائمة داخل الأسواق. أسواق مدينة الدمازين تؤسس لواقع أفضل وأمن. عصام طه، تلفزيون السودان، من سوق الدمازين الكبير. تفقد والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله برفقة لجنة أمن الولاية أوضاعا نازحين من ولاية سنار بمحلية الجبلين، ووقف الوالي على مجمل الأوضاع الإنسانية للنازحين، مؤكدا اهتمام حكومته بتقديم الخدمات الضرورية من إيواء وغذاء ودواء. أكثر من 7000 أسرة من مواطني الدال والمزموم بولاية سنار وصلوا لمحلية الجبلين الحدودية بولاية النيل الأبيض بسبب أحداث ولاية سنار. حكومة ولاية النيل الأبيض ولجنة أمنها ولجنة الطوارئ الإنسانية قامت بجولة واسعة شملت العديد من مواقع الإيواء المنتشرة على امتداد محلية الجبلين
بغرض الوقوف ميدانيا على أوضاع الوافدين، فيما شرعت العديد من المنظمات في تنفيذ مشروعات الإيواء والقذاء للمتأثرين. والآن نحن في ضيافة أخواننا في منظمة حلم أخضر بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة واليونيسف في توزيع خيم لمساحة صديقة للألعاب الأطفال عن طريق خيمة، وأيضا 5000 مشمع و 5000 بطانية وأدوات صحية للرعاية الأولية. نحن كحلم أخضر متدخلين ب 5000 فرشة و 100 بطانية للأطفال المنفصلين والغير مستحبين، زائد 2 خيمة مساحات صديقة للأطفال و 15 صندوق دعم من نفس البي اس اس للأطفال، زائد عندنا تدخل من مجلس رعاية الطفولة اللي هم بتمثل في 100 شنطة كرامة للفتيات في سن الإنجاب، زائد 50 لبسة للأطفال المنفصلين والغير مستحبين. سلطات ولاية سنار المحلية أشادت بمجهودات حكومة ولاية النيل الأبيض ومواطني محلية الجبلين في استقبال نازحي ولاية سنار وتقديم العون لهم. وهذه هي أخلاق السودانيين وأخلاق المسلمين، إذا اشتكى عضو تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. ونحن منذ أن حضرنا إلى هذه المحلية وجدنا والله كل الاهتمام من المجهود الشعبي والمجهود الرسمي، وكان أخونا الوالي ورعى هذه الغافلة، وقبلها أيضا كانت في بعض المعينات الإسعافية لهؤلاء النازحين. على الرغم من التدخلات العاجلة من قبل حكومة الولاية والمنظمات، لأن الحوجة ما تزال كبيرة بسبب حالات النزوح المتزايدة التي تشهدها المنطقة. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض، محلية الجبلين. كما دشن والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله برفقة لجنة أمن الولاية بمحلية الجبلين قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرها ديوان الزكاة للنازحين من ولاية سنار. وأشاد الخليفة بدور الكبير الذي يطلع به ديوان الزكاة في دعم الوافدين والنازحين بسبب ظروف الحرب للولاية، وقال إن القافلة تشكل سندا حقيقي للنازحين. ضمن الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الرسمية والشعبية بولاية النيل الأبيض لتقديم العون لنازحي ولاية سنار، سير ديوان الزكاة بولاية النيل الأبيض قافلة مساعدات عاجلة لمواطني محلية الدال والمزموم والذين نزحوا بسبب الحرب لمحلية الجبلين. القافلة التي دشنها والي النيل الأبيض بمدينة الجبلين الحدودية تحتوي على كافة السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر الوافدة. يعني ديوان الزكاة في معية السيد الوالي يقدم هذه الكميات، 7 عربات يعني تحتوي على 300 شوال ذرة، وتحتوي على كمية من البصل والزيت والسكر والطحنية والاحتياجات الأولية. بنستضيف أعداد كبيرة جدا تجاوزت 7333 أسرة من حدود المحلية الشمالية حتى جودة، والحمد لله هذه لمسة وفاء ولمسة إنسانية. سبق الأخ الوالي أن قدم 300 جوال ذرة. حكومة ولاية النيل الأبيض أشادت بالملحمة الوطنية الكبيرة التي قدمها مواطن محلية الجبلين في استقبال أهلهم الوافدين من ولاية سنار بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل ميليشيا الدجل الإرهابية. نحن نقول كل أخواننا وكل السودانيين حباب معاشرة في كل بقعة آمنة في ولاية النيل الأبيض وفي السودان عامة. نحن الآن بصدد الوقوف على الأحوال الإنسانية واللي بتقوم بها الولاية ممثلة في وزارة المالية من تقديم المعينات الكاملة، سواء كان من الذرة أو الاحتياجات الأساسية من السلع. أيضا ديوان الزكاة يقوم بدوره كامل في هذه الولاية وفي هذه المحنة على وجه الخصوص، ودارين نقول أهلنا في الدال والمزموم مع وجود أهلنا الموجودين في محلية الجبلين بارك الله فيهم وكتر خيرهم، استقبلوا أهلهم وأخوانهم، ويمكن حتى الاستقبال ما على مستوى
مراكز الإيواء ولا في المناطق الموجودة. نحن عارفين في الغرف كثيرين موجودين مع أهلهم، ونحن دارين نقدم لهم شكرنا لاستضافة هؤلاء الأهل. إن الغافلة التي سيرها ديوان زكاة لمتضرري ولاية سنار تمثل إحدى الحلول العاجلة لإغاثة تلك الأسر التي شردتها الميليشيا المتمردة. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض، محلية الجبلين. ترأس والي ولاية جنوب كردفان المكلف محمد إبراهيم عبد الكريم اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي، وناقش الاجتماع جملة من القضايا والتحديات التي تواجه الموسم الزراعي في ظل الأوضاع الراهنة بالبلاد، بجانب الجهود المبذولة لدعم صغار المنتجين بالقطاع الغربي من الولاية ومشروع توطين تجاوى الذرة. الاجتماع الثاني والذي تم فيه إجازة تقارير اللجان المختلفة، وأهمها كان اللجنة الأمنية قدمت التصور بتاعه، واللجنة أمنت على كل ما جاء في اللجنة. والثاني أن الاجتماع الثاني لجنة المدخلات الزراعية قدمت تقرير تمت إجازته، ولجنة الإعلام. أنا أفتكر بأنه هنا بأنه يعني الاجتماع أمن الدور الكبير جدا القادم بيقوم به إخواننا في الإعلام، ودورهم الرائد يكونوا يوصلوا كل ما قاعد يدور في هذه الولاية. تفقدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل عددا من مستودعات ومواقع تعبئة وتوزيع غاز الطهي بولاية نهر النيل بغرض المعايرة وضبط الجودة، وذلك من أجل توفير الحماية للمستهلك بالولاية. وقال مدير المواصفات والمقاييس إن هذا العمل تم عبر شراكة مع إدارة البترول بالولاية التي ساهمت وبشكل واضح في مراجعة أكثر من 9 مستودعات على مستوى الولاية. هي السودانية المواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل تنجز مهام مربوطة بالمستهلك، اللي هي محطة معايرة أنابيب الغاز ومحطات الوقود. حقيقة ده عمل متطور في الولاية، وتقريبا تم مراجعة 9 مستودعات على مستوى الولاية، يعني حوالي 8100 أنبوبة غاز تم يعني معايرتها في ولاية نهر النيل. إنه الوقوف على مدى يعني قانونية تعبئة أنابيب الغاز في كل المستودعات. فبتتم عملية التعبئة دي بعد مراجعة الأنبوبة هي فاضية، وتاني هي مليانة، وقانونا أي أنبوبة مفروض تاخذ 12.5 كيلو. لكن احنا كمان بنناشد الناس يعني في استعماله للأنبوبة، الأنبوبة مفروض تكون نظيفة، خالية من الشوائب، خالية من الترسبات. الربط المنظم صح لسلامة المستهلك ذاته يعني. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يجيز قانون مراجعة الإيرادات ويبحث كيفية إصلاح قطاع النفط والكهرباء. جهاز المخابرات يدشن مشروع تعلية وتأهيل سد أربعات. وزير الداخلية يترأس وفد السودان المشارك في منتدى الهجرة بالعاصمة الليبية طرابلس. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.